انت قد ايه لغايه الوقت اللي اختفيت فيه فتره؟ يعني انت طلعت ترند مؤخرا، مش مش باغنيه، بصوره مع بنتك صح افتكروها مراتك وهو فرح بنتك. صح انت يعني ده كان اول يعني ده من الترند اللي يعني ظهرك، بقاله كتير بقاله ما كتير. كنتش بطلع، لان انا بجد مش ما كنتش مهتم بالسوشيال ميديا. كنت بعمل الحان، اعمل اغاني، هتنجح تنجح، ما تنجحش ما تنجحش، مش موضوعي. لكن اكتشفت ان الموضوع المهم ان انت تبقى ترند دايما. فبالصدفه طبعا لما في خطوبه بنتي واحنا بنتصور، فالناس قالت لك يا ده ايه ده، ده خاطب بنت العريس. صغيره ومش او عريس. فابتديت اوضح تاني، لا ده فرح بنتي، وانا كنت انا يعني مبروك بنتصور صوره عاديه. مبروك، ألف مبروك الله طبعا يبارك، ليها. الله يبارك بس فيك. أنت فضلت تتهرب من عريسها أسبوع عشان ما تشوفوش، ما كنتش عايز يعني فكرة إن أنا بنتي وبتروح لحد تاني أو هتخرج من البيت أو هيبقى لها حياة تانية، دي فكرة صعبة. طبعا طبعا طبعا. انت عايش مع بنتك زمن، وفجأة في حد هياخدها وهي تعيش في حتة تانية، ويبقى موضوع كده. فدي كانت صعبة يعني، وخاصة ان انا مرتبط ببنتي وابني قوي يعني. فقعدت اتهرب لغاية ما خلاص بقى اتقابلنا وحصل النصيب وافقت يعني. على العريس؟ لا طبعا جميل هشام، جميل. ها، هو مهندس غنت لها ايه بقى في ولا الخطوبة؟ من. والله انا ما غنيتش، انا فضلت واقف بعيد كده بتفرج يعني، صدقيني. لان انا يعني لو كنت دخلت انا يعني عاطفي ف فهتلاقيني هتتأثر. ففضلت واقف اتفرج انت وكده. مرتبط بابنك وبنتك؟ طبعا انت متجوز دلوقتي ولا انت بعد متجوز. متجوز؟ مامتهم ولا حد تاني؟ لا مامتهم. مامتهم. يعني انت ما اتجوزتش غير لا ام مامتهم. الولاد. طب انا ومفيده كنا مختلفين على فكره قصقصي ريشه او حطيه فوق السطوح، ولو هو عايز يروح هيروح، لو مش عايز يروح مش، يعني المثالين اللي هم عكس بعض. وهي كانت طبعا بتقول انا كان لازم، ولا ده ولا ده. لا اه هي مع قصقصي ريشه ورقبيه لا لا، وطلعي مش عين. قصقصي يا ريشه، لهوي. انا مش قصقصي، لكن انت كلمي يعني خليكي في حياته موجوده متابعاه بس بالتسلط ممكن ده يبقى والمراقبه. تقيل عليه، ما يبقى تقيل يا بابا. ما يبقى تقيل، مفيش مشاكل، ما استنش يا اديني يعني. اديني، اما يبقى هو ما تخافش واصحابه مثلا وتسلم. قاعدين في اجتماع او في اوف ميتنج، فالمدام تتصل ف اكتب لها واتساب انا في ميتنج، وبعد ما تخلص ميتنج قول لها. ممكن، هتفضل بس تزن ومش ممكن تقول له هتثق لا لو هي افتح مش فيديو، واثقه. افتح فيديو. فيبقى هو قاعد وريني وسط الناس كده وفاتح فيديو، يقول لهم احنا مش مراتي معلش. اشمعنى الاجتماع؟ طب ما ممكن تبقى قاعد في وسط اصحابك واكلمك فيديو كول. طب ليه؟ وليه لا؟ يعني انا وحشتك للدرجه دي؟ جدا. على فكرة بتخرج من البيت ما بقاش عارفة اعمل لا ايه. لا لا، ده انعدام ثقة تماما. مظبوط، يعني انت الراجل ترجمته للقصة لا دي خانقه. انعدام ثقة خانقة. بالظبط، خانقه ليه؟ ستات بتخسر ما لا بتكسبش. لان انا راجع البيت وهنقعد مساحه كبيره قوي في ايه البيت. انت ما بتقعدش في ما فيش راجل بيقعد مساحة كبيرة قوي في البيت غير ليه على مش بينام الكنبة في بيته؟ بيتفرج. هو احنا مش محتاجينك تنام في البيت، احنا لا مش محتاجين بتبقى. تبقى موجود في حياتنا. ما هو هي دي بتبقى اشخاص يعني، غير يعني كل واحد، في واحد بيتوتي قوي ممكن ما يخرجش خالص انت ويبقى. بيتوتي؟ لا انا صراحه بخرج على طول يعني كده. هي بطلة بقى، مراتك وهي بطلة. ما بتضايقش ان انت مثلا بتخرج كتير، بتيجي بتروح معجبات الناس اللي حواليك؟ لا يعني متفاهمه شغلي يعني، الحمد لله بقالنا فتره فتمام يعني. بقالكم كام سنة جواز؟ 25. 25. ما شاء الله. وهي عارفة الشخصية اصل انت للناس كتير بأغانيك تقول واد ويحب فركيكو. ويغني فركيكو، والله في ابدا. حقيقة الأمر هو أهدى منه يعني، احنا والله بنطلع منه الكلام. والله كان اهدى يعني هي بكتير عارفة ازاي تتعامل معاك؟ اكيد، الحمد لله. ايه بقى؟ تتعامل معاك ازاي؟ يعني في بتحب مساحة، ايه وما بتحبش ايه؟ في مساحة لشغلي، في مساحة لأصدقائي، في مساحة فده جميل يعني، ان الواحد يسيب مساحة للآخر ان هو بس عزام، يتنفس. انت مساحتك مع الاصدقاء اكتر من صح مساحتك في حياة صح اي حد تاني. يعني صح انت اصدقائك مهمين جدا جدا في تمام. حياتك وشغلي مهم وشغلك طبعا.